يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل بالحرام لا أفعلن كذا، هل يعتبر من الحلف بغير الله وهل فيه كفارة، علما بأن القائل لا يعرف معنى ذلك؟ اي نعم، كفر إذا قال حرام علي كذا وكذا ثم فعله يكفر. تحريم الحلال يمين، لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي الكفارة. تحريم الحلال يمين، كفر. نعم.